حضرتك شاركت في خارج اطار رمضان في انا وهي وتحقيق، ازاي بقى يعني تابعت الرد فعل الجمهور عليها ازاي، وازاي قدرت برضو حضرتك شايف برضو ان لما تتعرض في خارج اطار رمضان دوت برضو سبب نجاحها؟ اكيد طبعا طبعا يعني هي العمال ياخد بالك انما ما بنكتفيش برمضان بس، يعني في الوقت خارج رمضان بنسميها الاوف سيزون، وده اللي بيحصل دلوقتي وانا سعيد جدا باللي بيحصل دلوقتي، اللي هي 5 حلقات 7 حلقات 10 حلقات 15 حلقة. ليه؟ بيدي فرصة لناس كتيرة جدا ان هم يشتغلوا، يعني فنانين كتير. ايه رأي حضرتك في ان المسلسلات في دلوقتي اللي هو التصوير بيبدأ قبل ما الكتابة بتخلص، ايه رأي حضرتك في ده؟ والله للأسف يعني معظم الأعمال بنستلم الأعمال وبيبقى ناقص مثلا 10 حلقات 15 حلقة، لكن هو في المخرج والمؤلف هم عارفين التتابع اللي هو بعد كده ايه، لانه يعني عارف ان التتابع الشخصية دي هتوصل لايه، الشخصية دي هتوصل لايه، لكن هي مش مكتوب 10 حلقات و 15 حلقة معناها ان هو مش مفهوم ايه اللي جاي، لا مرتب بترتب كله الخطوات اللي جايه، الحلقات اللي جايه ايه، الديكورات اللي جايه بعد كده ايه يعني. بس انا اتمنى طبعا، يعني احنا كنا زمان انا فاكر كنا مسلسل بيجينا بنقعد شهر كامل بنقرا بروفات قرايه بس قبل ما نخش التصوير. بس طب حضرتك شفت تصريحات محمد عطيه الاخيره عن زواج المساكنه، ايه رايك في التصريحات دي؟ لا 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 مش مهم بالحاجات دي، لا لا الدين بتاعنا دين جميل جدا، وانا بسيط وملخص ديننا ان هو الدين المعامله، لكن اي انحراف اي حاجه زي كده القادمة ليه الفترة الجاية؟ يعني بجهز مسلسل بس برضو لسه انا ما مضبوطش، انا بعرف فيه حاليا وما بقدرش اقول مسلسل ايه ولا دور ايه الا في رمضان. في حاجة في رمضان؟ لما هو ده اللي